السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناه حسام ميرة للرياضيات. باذن الله موعدنا النهارده في الجزء الثاني من الدرس الثالث جبر طلاب الصف الثاني الثانوي ادبي وعلمي، وهو درس المتتبعه الحسابيه. شرحنا في الجزء الاول ايه هي المتتبعه الحسابيه وازاي بنعينها، وشرحنا كل افكار الحمد لله في حصه الشرح، وطبقنا عليها بحل التمارين سواء اخطر سواء مقالي، ونزلنا كل ده. قلنا جزء الاوساط هنخليه لوحده عشان ما ندخلش الامور في بعض، لان انت لو خدناهم سوا كده هتلاقي الدنيا دخلت في بعض. ولكن بعد ما انت تفهم الجزء الاول بصوره كويسه هنبدا نشرح جزء الاوساط، فهتحس ان الدرس كله على بعضه كده سهل جدا باذن الله. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اللي محتاجه ملزمه الشرح الخاصه بيا عشان تتابع معايا الشرح. هنا بالظبط كانك بتتابع الشرح وبعد كده حل التمارين بتنزل لك، كانك متابع مع منصه الكترونيه بالظبط ولكن بشكل مجاني. هي الملزمه بس اللي بسعر رمزي بسيط خالص، والله انت لو شفت الملزمه او الناس اللي خدتها هتقول لك عنها، الملزمه كبيره جدا جدا وبسعر رمزي باذن الله. تمام. ايه هو الوسط يا باشمهندس؟ اتفقنا ان الاوساط الحسابيه دي هنشتغل عليها دلوقتي في المتتبعه الحسابيه. فكنا زمان بنقول ايه هو الوسط الحسابي؟ لو انا معايا عددين مثلا زي 4 و 6، يعني ايه وسطهم الحسابي؟ يعني انا عايز العدد اللي ما بينهم، فواحد كده كان بالعقل بيقول لي يا باشمهندس ده 4 و 6 فاللي ما بينها هي الخمسه. اقول لك تمام، طب افرض كانت الارقام كبيره، افرض الارقام ما هيش ثابته، فانا عايز اثبت قانون. فكنا بنقول ايه؟ والله وسطهم مجموعهم على 2 اللي هي مجموع الاعداد على عددهم. يبقى انا بالنسبه لي هيبقى 4 زائد 6 اللي هي مجموع الاعداد على عددهم اللي هو 2، يبقى 4 زائد 6 10، 10 على ال 2 فيها الخمسه، فهو ده كده وسطهم الحسابي. تمام. طب لو انا خدت الاعداد دي يا باشمهندس عملتها في تتابع حسابي او عملت لها متتابعه، تمام، فيبقى 4 5 6، احنا عارفين ان الحدود لها علاقه مع بعض، فمعنى ان هي دي في الوسط يا باشمهندس، دي مش في الوسط من فراغ، لا. طالما يا باشمهندس هي في الوسط يبقى هي وسطهم الحسابي ازاي؟ ما احنا لسه قايلين 4 زائد 6 على ال 2، يبقى انا عشان اجيب الحد الاوسط يا باشمهندس وركز بقى معايا، الوسط الحسابي ما بين ال 4 وال 6 بجمع اللي حواليها اللي هم 4 زائد ال 6 واقسم على ال 2 هيطلع كام؟ بيساوي 5. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا، هي دي فكره الوسط الحسابي بكل سهوله. لو جيت قلت لك بقى وسط حسابي من الف وجيم، ماشي، يعني كده معايا اعداد هي الف وباء وجيم، تمام، بقى هي اللي في النص، تمام. فقال لك خد الاوسط اضربه في 2، او قول ان الف زائد جيم اللي هو اللي حواليها على الاثنين هيساوي اللي في النص اللي هو الباء، اضرب مقص يبقى الباء بتساوي او 2 باء بتساوي الف زائد جيم. فاحنا ساعات هنشتغل بالقانون ده وساعات هنشتغل بالقانون ده حسب ظروف المساله، وهو القانون سهل جدا جدا. تعالى بقى انت كده فهمت فكره الوسط الحسابي، تعالى بقى نطبقه في المتتابعه ونحط له قانون سهل كده نشتغل بيه زي ما احنا متعودين. لو انا دلوقتي يا باشمهندس معايا متتابعه هي الف، بعد كده انا بزود د، بعد كده بزود 2 د، طب الحد الاخير هو لام، بعد كده بنقص د، بعد كده بنقص 2 د. ما احنا قلنا طالما هنا بزود د يبقى من الحد الاخير انا بنقص د، لو هنا بنقص د يبقى من الحد الاخير بزود د، وهكذا. تمام يا باشمهندس؟ انا كده فاهم. هيجي بقى يقول لك في المساله انا عايز ادخل اوسط حسابيه، ما تتخضش الموضوع تافه جدا باذن الله. تمام، تعال بس نفهم فكره الوسط الحسابي. تمام، هي دي متتابعه صح؟ لو جيت قلت لك الحد الاول هو مين؟ هتقول لي الحد الاول هو الف. اقول لك الله ينور، تمام. طب مين الوسط الاول؟ يعني ايه اول وسط هيقابلك؟ واحد هيقول لي يا باشمهندس ما ينفعش الالف لان ما فيش قبليه، يبقى هو بالنسبه لي الوسط هو الف زائد د. اقول لك الله ينور عليك، هل الوسط ده بيحقق الشرط؟ لو جمعت دول على الاثنين وجمعت دول وقسمتهم على الاثنين هيطلع لي ده؟ تعال نشوف كده، لو جمعت الالف زائد الف زائد 2 د يبقى الف زائد الف زائد 2 د وقسمتهم على الاثنين، والله الف والف يبقى 2 الف زائد 2 د على الاثنين. لو خدت الاثنين عامل مشترك هيفضل لي الف زائد د وهنا 2، دي هتروح مع دي بطريقه هي هي. يبقى انا لما اجي بقى يا باشمهندس اسالك عن الوسط الاول تقول لي الوسط الاول هو ا زائد د. ايه ال زائد د ده؟ اللي هو الحد الثاني. يبقى انا بالنسبه لي الوسط الاول هو الحد الثاني، والحد الاول هو الحد الاول عادي مفيش مشكله. يبقى انا اول وسط هيقابلني يا باشمهندس في المتتابعه هو الحد الثاني. طب الحد الثاني ده احنا كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنقول ا زائد د، كنا بننقص من الرقم اللي هنا واحد، يعني الاثنين بننقص منها واحد. طب الحد الاول، والله الحد الاول هو ا.
طب لو سألتك عن الحد الثاني عامة تقول لي ألف زائد. تمام. يبقى كده يا باشمهندس الوسط الأول اللي هو الحد الثاني. طيب تعالى نفهم أكتر، الحد الثاني هو مين؟ هو ألف زائد الدال، تمام؟ أو بنقول عليه الحد الثاني. طيب الوسط الثاني يعني ثاني وسط، والله يا باشمهندس هو الألف زائد 2 ده الوسط للي قبله، ووسط للي هيجي بعده اللي هو ألف زائد 3 دال، تمام؟ طب يبقى أنا بالنسبة لي الوسط الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الحد الثالث اللي هو ألف زائد 2 دال. ومن هنا نستنتج علاقة جميلة قوي، إن الوسط الأول هو الحد الثاني، بص الوسط الثاني هو الحد الثالث، يعني بزود على كلمة الوسط واحد، يعني قال لي الوسط ال 14، فده معناه إن هو الحد مين؟ الحد ال 15، وتطبق القوانين عادي جدا وتشتغل معاه. كده فهمنا فكرة الوسط. طب لو جه قال لي الحد الأخير، عارفين إن هو لام. طب الوسط الأخير، يا باشمهندس الوسط الأخير اللي قبل اللام اللي هو لام ناقص الدال. يا باشمهندس اللي أنا عايزك تستفيده من الكلام ده كله إن هو مثلا لما يقول لي الحد الخامس أعرف إن هو مين يا باشمهندس الحد الخامس، أو لما يقول لي الوسط الرابع يبقى أعرف يا باشمهندس إن الوسط الرابع هو الحد الخامس، والحد الخامس هو عبارة عن إيه؟ عن أ زائد 4 دال. فهنا في فكرة الوسط يا باشمهندس طالما هو الرابع ممكن أقول أ زائد 4 دال على طول، من غير ما اقعد احسب الحد الخامس، هنا كنا بننقص واحد، هنا مش بننقص يا باشمهندس، خلاص؟ يعني مثلا قال لي الوسط ال 15 يبقى أ زائد 15 د، لأن الوسط ال 15 هو الحد ال 16، والحد ال 16 أنا بجيبه عن طريق إيه؟ أ زائد 15 د، يبقى الوسط يا باشمهندس بكتب العلاقة زي ما هي، إنما الحد، يعني تعالى بقى نفرق بين الحد الثامن والوسط الثامن، يلا. الحد الثامن هو أ زائد 7 د. الوسط الثامن هو أ زائد 8 د. خلاص يا باشمهندس؟ يبقى أنت زي ما أنت شايف أهو، أنا قلت مثلا الوسط الثاني اللي هو حق 3 اللي هو أ زائد 2 د، يعني نفس الرقم اللي هنا هو نفس الرقم اللي هنا، وده كده اللي استفدناه من السبورة دي، وهي دي أصلا يعتبر الدرس بتاعنا، هنبدأ نشرح أمثلة وهديك تريكاية كده تجيبها في الدال هتسهل عليك الدنيا برضه فركز معايا. باشمهندس تعالى ناخد مثال على الفكرة الأولى بقى ونشوف الكلام المهم اللي هو لما يقول لي أدخل أكتر من وسط حسابي هقدر أتعامل معاها إزاي؟ تمام. دلوقتي يا باشمهندس بيقول لي إذا كانت 2 ص و ص تربيع زائد 1 و5 ص ناقص 1 في تتابع حسابي يا باشمهندس، طالما قال لي إن هي في تتابع حسابي أقدر أطبق القانون إن اللي في الوسط اللي هو ص تربيع زائد 1 بيساوي مجموع الأطراف اللي هي 2 ص زائد 5 ص ناقص 1 على الاثنين، اضرب مقص يبقى 2 في ص تربيع ب 2 ص تربيع زائد 2 في 1 ب 2. في ناس تقول لك ضعف الاوسط على طول بيساوي مجموع الاثنين دول، الاثنين صح. هيساوي هنا ايه؟ 2 ص زائد 5 ص اللي هي 7 ص ناقص الواحد، هبدا ارتب العلاقه دي، هجيب ال 7 ص هنا، يبقى 2 ص تربيع ناقص 7 ص، السالب 1 هيروح هيبقى بالنسبه لي موجب 3 لان 1 زائد 2 بيساوي 3، 3 طبعا بيساوي 0. هبدا يا باشمهندس احلل المساله بتاعتي مفيش ادنى مشكله، دي هتبقى 2 ص في ص، الاخير موجب الاشارتين شبه اللي في النص سالب، وكده كده الثلاثة هي 3 في 1 يبقى ليه 3 في 1. من هنا ان ص بتساوي اعكس اشارة السالب 3 يبقى 3، اقسم على اللي هنا يبقى 2، ومن هنا ان ص بتساوي كام؟ ص بتساوي 1 يا باشمهندس، يبقى احنا كده لا ولا العكس، معذرة طبعا انا عايز اللي في النص يبقى 7، يبقى هنا 3 وهنا 1، لان دي هتديني 1 ودي هتديني سالب 6 يبقى سالب 7، يبقى من هنا ان ص بتطلع بنص، ومن هنا ان ص بتطلع بكام؟ بتاني. خلاص يبقى انا كده جبت له كل اقتصاد، يبقى اي حاجه تتابع حسابي 2 في الاوسط بيساوي الحد الاول زائد الحد الاخير، واشتغل على القانون ده على طول. تمام. تعالى بقى لفكره ادخل 11 وسطا حسابيا من دول، عايزنا ندخل 11 اوسط ما بينهم. تمام. هي إيه مفيش مشكله عندي يا باشمهندس طول ما انا عرفت الالف وعرفت الدال، يبقى انا دلوقتي مشكلتي في الدال لان عارف الالف. ايه هو الالف؟ هو عايز يدخل ما بين ال 25 لحد السالب 11، يبقى ال 25 هي الالف والسالب 11 هي اللام يا باشمهندس اللي هو الحد الاخر. تمام. في بس قانون كان في السبوره اللي فاتت نسيت اقوله لك، ايه هو؟ هو عدد الحدود ده هيبقى كام؟ بالعقل انا كان معايا الاول والاخير، جيت حطيت ما بينهم 11، يبقى عدد الحدود دايما هيبقى نون زائد 2، اللي نون دي اللي هي عدد الاوساط، ركز عدد الاوساط. فعدد الاوساط 11، يبقى 11 زائد 2 بيساوي 13،
يبقى بالنسبه لي نون اللي هي نون شرطه، او سمي دي نون شرطه وخلي دي نون يعني مش مشكله. نون شرطه اللي هي عدد الاوساط، عشان لما نكمل في حل التمارين او الدرس هنعرف ان نون شرطه هي عدد الاوساط. ويبقى نون بتساوي كام؟ يبقى نون بتساوي نون شرطه زائد 2، ونون شرطه اللي هي عدد الاوساط يبقى 11 زائد 2 بيساوي 13. يبقى انا كده يا باشمهندس عرفت الالف وعرفت النون. طب ما خلاص انا اقدر اعوض. طب هل تعوض بالالف؟ لا، بالحد الاول لا، بتعوض بالحد الاخير. الحد الاخير يا باشمهندس اللي هو اللام كنت سالب 11 هيساوي الالف زائد النون ناقص الواحد مضروبه في الدال. جميل جدا، تعالى نعوض. يبقى سالب 11 بتساوي الالف اللي هو 25 زائد النون جبناها ب 13، يبقى 13 ناقص 1 يبقى 12 مضروبه في الدال. وادي دي الناحيه الثانيه، يبقى سالب 11 ناقص 25 بيساوي 12 دال. سالب 11 بسالب 25 يبقى سالب 36 بيساوي 12 دال. اقسم على 12 هنا وال 12 هنا، ده هتروح، يبقى الدال بتساوي سالب 36 على 12 اللي هي سالب 3. يبقى كده جبنا قيمه الدال بسالب 3. تقدر تعمل المتتابعه بتاعتك، هي 25 بعد كده هتقل 3 22، بعد كده هتقل 3 هتبقى 19، وهتفضل ماشيه لحد الاخير. طبعا دي سالب 11، طالما هنا بتقل 3 هنا زود 3، يبقى بالنسبه لي دي سالب 8 وهكذا. يبقى انا كده جبت له المتتابعه يا باشمهندس. تمام؟ تمام. في قانون تاني للدال ده ظريف قوي، ولكن يفضل ان احنا نستخدم الطريقه دي لانها طريقه كتاب المدرسه. قال لك الدال هي عباره عن الحد الاخير ناقص الحد الاول على نون شرطه زائد 1. انا مش عايزك تتلخبط بقى بالنون ونون شرطه. نون شرطه اللي هو عدد الاوساط، يبقى الدال بتساوي الحد الاخير يا باشمهندس اللي هو سالب 11 ناقص الحد الاول اللي هو 25 على نون شرطه اللي هي عدد الاوساط، عدد الاوساط 11 زائد 1، يبقى دي بتساوي سالب 36 على ال 12 اللي هي تطلع سالب 3. يبقى انت بالطريقتين طلعت الدال بكام؟ سالب 3. دي ممكن تنفعنا في اخطر بدل ما بنعوض، زي ما احنا نفعنا الموضوع ده في القانون العام، فممكن اعوض بالدال ده على طول واطلع القيمه بتاعتها في المسائل. هو ده الدرس يا باشمهندس، درس سهل جدا جدا، هديك بس بعض التمارين عليه نغطي بس افكار الدرس، عشان احنا بنحل في اخطر باذن الله ما يبقاش سيبنا حاجه، فنمسح السبوره ونشوف امثله ثانيه. طيب ركز بقى يا باشمهندس، هندخل بقى في التمارين الجميله وطبعا سهله جدا بامر ربنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ادخل 8 اوساط حسابيه بين لوغاريتم 2 ولوغاريتم 4 1024. طبعا لو المساله دي يا باشمهندس جايه لي في اخطر، فممكن نختصر على نفسنا زي ما قلت لك ان الدال بتساوي، طبعا ده هيبقى الحد الاول اللي هو الالف، وده الحد الاخير اللي هو لام. فقال لك ان الدال عباره عن لام ناقص الدال اللي هو الحد الاخير ناقص الحد الاول اللي هو الف معذره، على نون شرطه زائد 1 اللي هو عدد الاوساط زائد 1، يبقى يساوي الحد الاخير اللي هو لوغاريتم 1024 ناقص الحد الاول اللي هو لوغاريتم 2 على نون شرطه، هم 8 اوساط وعايز ادخل 8، يبقى 8 زائد 1 بيساوي كام؟ بيساوي 9. طبعا لوغاريتم 1024 دي اللي هي 2 اس 10، فال 10 هتطلع بره، يعني 10 لوغاريتم 2 ناقص لوغاريتم 2 على 9 هيساوي طبعا 10 ناقص 1 يبقى دي 9، لوغاريتم 2 على 9 دي هتروح مع دي، يبقى الدال بالنسبه لي لوغاريتم 2. يبقى هو بيساوي يا باشمهندس لوغاريتم 2، يعني الاول كان لوغاريتم 2 اللي بعده هيبقى 2 لوغاريتم 2 اللي بعده هيبقى 3 لوغاريتم 2، او تدخل دي فوق الاس، يعني مثلا ايه لوغاريتم 2 بعد كده ال 2 دي هتدخل يبقى 2 اس 2 يعني لوغاريتم 4 حسب ما هي موجوده في الاختيارات، 2 اس 3 اللي هي لوغاريتم 8 وهكذا لحد الاخر اللي هو لوغاريتم 1024. طبعا دي طريقه سهله جدا وحلينا المساله بسرعه وهنعتمد عليها واحنا بنحل اخطر في ثواني. طيب لو انا مش عارفها بقوم فرض المتتابعه بتاعتي اللي هي لوغاريتم 2 وهكذا لحد لوغاريتم 1024. قلنا بنشتغل على الحد الاخير، هو الوقت عايز يدخل 8 اوساط، يبقى نون اللي هي عدد الحدود بيساوي عدد الاوساط اللي هو نون شرطه زائد 2، يعني هيساوي 8 زائد 2 بيساوي كام؟ 10. وعوض بالحد الاخير اللي هو لوغاريتم 1024 هيساوي الالف زائد النون ناقص الواحد في الدال، يبقى لوغاريتم 1024 هيساوي الالف اللي هو لوغاريتم 2 زائد نون ناقص 1 اللي هو 9، 9 في دال. هنودي دي الناحيه الثانيه، يبقى لوغاريتم 1024 ناقص لوغاريتم 2 بيساوي 9 دال. طبعا دي حسبناها فوق اللي هي 9 لوغاريتم 2 بيساوي 9 دال، 9 قصاد 9 يبقى الدال بتساوي لوغاريتم 2. شفت اللفه الطويله دي؟ عملناها في خطوه واحده،
طول ما هي اسئله تختار انا هعتمد الطريقه دي، لو هو سؤال مقالي هعتمد الطريقه دي عشان تبقى انت ضامن درجتك باذن الله. تمام تمام كده فهمنا الجزء الدال واللي هو السؤال اللي هو بصيغه ادخل عده اوساط حسابيه. خلاص بقى ما عادش يفرق معايا، هيبدا يعكس معايا السؤال ويقول لي كده عايز بقى هو عدد الاوساط. ركز بقى، بيقول لي اذا ادخلنا عده اوساط حسابيه بين 2 و47 على طول اعرف ان الاثنين دي هي الالف اللي هو اول حد وال47 اللي هي اللام اللي هي اخر حد، وكانت النسبه، ركز بقى، قلنا الوسطين الثاني والاخير. خلي بالك انا لسه قايلها لك في اول سطوره وارجع لها، الوسط الثاني يعني انا بالنسبه لي ده الحد الثالث، وقلت لك ما تشغلش بالك هو الحد الكام، هنا بناخد الرقم زي ما هو، يبقى هو الوسط الثاني يبقى ا زائد 2 د، انما لو كان في الحد الثاني كنا بنقول ا زائد د، ففرق بقى بين الاوساط وبين الحدود. تمام. والوسط الاخير طبعا اللي هو لام ناقص الدال، ما احنا فاكر كانت المتتابعه من ورا لام يبقى اللي قبليه لام ناقص دال، يبقى اول وسط من النهايه هو لام ناقص دال بيساوي 2 الى 11. تمام. تعالى نعوض، والله انا معايا الالف ب 2 يبقى ال 2 زائد 2 د، على اللام مش معايا، معايا ب 47 يبقى 47 ناقص الدال بيساوي 2 الى 11. بس الموضوع خلص، اضرب مقص، يبقى 11 في 2 ب 22، زائد 11 في 2 د ب 22 دال بيساوي 47 في 2 يعني 94، صح؟ ناقص 2 د، ناقص 2 د، هودي ال 2 د هنا واجيب الارقام دي، ال 2 د هتروح يبقى بالنسبه لي 24 د اللي هي 22 زائد 2 هيساوي 94 ناقص 22، 4 ناقص 2 2 و9 ناقص 2 كام؟ 7. هقسم هنا على 24 وهقسم هنا على 24، دي هتروح يبقى الدال فيها الكام؟ 3 في 24 صح؟ 3 في 24، 3 في 4 ب 12 معايا 1 72، يبقى الدال ب 3. جبت قيمة الدال بكام؟ ب 3 يا باشمهندس، الله ينور عليك. طيب مش انا كده جبت قيمة الدال ب 3؟ ايوه. طب ما تيجي نعوض بقى بالحد الاخير اللي هو 11، ما انا خلي بالك ان انا لا 47 معايا المتتابعه اهي، واخر حد هو 47. دايما في الاوساط بنعوض بالاخير، يعني هنقول ال 47 هيساوي الف زائد ن ناقص الواحد في مين؟ في الدال. يبقى ال 47 بتساوي الالف اللي هو 2 زائد عدد الحدود اللي انا عايز اجيبه ن ناقص الواحد مضروب في الدال اللي هي كام؟ اللي هي 3. اودي دي الناحيه الثانيه، 47 ناقص 2 يبقى 45 بيساوي 3 في ن ناقص الواحد، اقسم هنا على 3 وهنا على 3، دي هتروح ودي 45 على 3 في 15 بيساوي ن ناقص الواحد، وادي دي الناحيه الثانيه يبقى ن بتساوي 15 زائد 1 بيساوي 16. خلي بالك دي ن، دي ن كنا بنقول ان ن بتساوي اهي القانون اهو، ان ن بتساوي ن شرطه زائد 2، يعني بعد ما اجيب ن عدد الاوساط لو انا عايزه اللي هو ن شرطه هودي الاثنين الناحيه الثانيه، يبقى ن شرطه بتساوي ن ناقص 2، يعني عدد الحدود ناقص 2 يبقى عدد الاوساط 16 ناقص 2 بيساوي 14، يبقى هو دخل 14 وسط يا باشمهندس. خلاص اتفقنا، اتفقنا في النقطه دي. في ناس بقى تبدا عادي ممكن نستخدم القانون بتاع الدال، خلاص انت حر بقى، انا بالنسبه لي جبت عدد الاوساط بالقانون ده، ما انا جبت الدال، ما انا عارف ان الدال اللي هي 3 بتساوي لام ناقص الالف على ن شرطه زائد 1، ما هو ن شرطه ده عدد الاوساط، يبقى ال 3 بتساوي اللام اللي هي بالنسبه لي 47 ناقص الالف اللي هو 2 على ن شرطه زائد 1، 47 ناقص 2 يبقى ال 3 بتساوي 45 على ن شرطه زائد 1، طبعا يا باشمهندس على ال 3 في 1 على 3 في 15، طالما حاجه على حاجه تديني 1 يبقى دول متساويين، يبقى ال 15 بتساوي ن شرطه زائد 1، وادي ال 1 يبقى ن شرطه بتساوي 14، وانت حر في الطريقه اللي انت بتستعملها، وليكن انا بحب طريقه الدال دي لانها سهله جدا جدا باذن الله. خلاص فهمنا السؤال ده، على فكره ده يعتبر سؤال صعب ولكن الموضوع سهل جدا باذن الله. هنختم بمثال واحد بس، مثال واحد ويبقى كده خلصنا الدرس ده، ودرس سهل وبسيط، وهنزلك باذن الله على طول بعد تمارين اختر، ولو في الامكان هنزلك برضو الاسئله المقاليه النهارده باذن الله، فركز معايا بالمثال ده ونبدا بقى ان شاء الله في حل التمارين على طول. بيقول لي اذا دخلنا عده اوساط حسابيه بين ال 6 وال 36، كده عرفت ان الالف بيساوي 6 واللام بتساوي 36، الحد الاول هو 6 والحد الاخير هو 36، وكانت نسبه مجموع الوسطين الاولانيين، اول وسطين هو اول وسط بيقابلني، احنا قلنا الف وبعد كده الف زائد دال، يبقى اول وسط بيقابلني اللي هو الحد الثاني، طب الوسط اللي بعده اللي هو الحد الثالث. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى انا الوسط الاول اللي هو الف زائد الدال،
زائد الوسط الثاني اللي هو الحد الثالث اللي هو ألف زائد 2 د. وخلاص اتفقنا في الأوساط يا باشمهندس، باخد بنفس الرقم، هو الوسط الأول يبقى ألف زائد د، الوسط الثاني يبقى ألف زائد 2 د. فكان ممكن على طول بدل ما ارسم المتتابعة دي، هو بيقول لي أول وسطين اللي هو الوسط الأول ألف زائد د، والوسط الثاني اللي هو ألف زائد 2 د، إلى مجموع الوسطين الأخرانيين. ما هو يا باشمهندس آخر حاجة هي اللام، واللي قبلها لام ناقص د، ده كده الوسط الأول من النهاية، اللي بعده لام ناقص 2 د، فده كده الوسط الثاني من النهاية. اجمعهم يعني ده بالنسبه لي لام ناقص د زائد لام ناقص ايه الاثنين د. قال لك ان النسبه يا باشمهندس هي 1 الى 3. تمام، تعالى بقى نعوض ونشوف معانا ايه. انا والله معايا الالف، فدي بالنسبه لي ممكن نجمع الالفات دي عشان مره واحده على طول، او نحطها مش مشكله. الالف بكام؟ الالف ب6، يبقى دي بالنسبه لي 6 زائد د زائد 6 زائد 2 د، على اللام 36 ناقص الد زائد 36 ناقص 2 د بيساوي 1 الى 3. طبعا 6 و6 12 ود و2 د يعني 3 د، على هنا 36 و36 يعني 72، سالب د وسالب 2 د يعني سالب 3 د بيساوي كام؟ بيساوي 1 الى 3. ممكن ناخد من البسط 3 عامل مشترك يفضل 4 زائد د، وناخد من المقام برضه 3 عامل مشترك، 7 3 فعل 2 ويفضل 1 يبقى 24 ناقص د، الثلاثة هتروح مع الثلاثة يعني بتساوي 1 على 3. ده تبسيط بس، اضرب 4 في 3 يبقى ب 12 زائد 3 في د ب 3 د بيساوي 24 في 1 ب 24 ناقص د، اودي الد هنا واجيب ال 12 هنا. يبقى انا بالنسبة لي 24 ناقص 12 ب 12، سالب د وموجب 3 د يعني 4 د، على 4 فعل 1 على 4 فعل 3 يبقى د بتساوي كام؟ هو عايز عدد الاوساط. ممكن بقى نستخدم قانون الدال، ما هي الدال بتقول لك انا ايه؟ الدال بتساوي لام ناقص الالف على نون شرطة اللي هو عدد الاوساط زائد الواحد. الدال ب 3 يبقى ال 3 بتساوي اللام اللي هي 36 ناقص الالف اللي هو 6 على نون شرطة زائد الواحد. يبقى ال 3 بتساوي 36 ناقص 6 اللي هي 30 على نون شرطة زائد الواحد، على 3 فعل 1 على 3 فعل 10. يبقى نون شرطه زائد الواحد طالما الناتج واحد البسط بيساوي المقام، يعني نون شرطه زائد الواحد بيساوي البسط اللي هو 10، وادي الواحد الناحيه الثانيه يبقى نون شرطه بتساوي 9. يبقى انا كده جبت عدد الاوساط بيساوي 9. طيب لو ما انتش فاهم دي يا باشمهندس هتبدا تعوض بالحد الاخير، الحد الاخير اللي هو 36 بيساوي الف زائد النون ناقص الواحد في الدال. طيب تعالى يا باشمهندس نبدا نعوض ونجيب النون، احنا جبنا الدال ب 3 يبقى 36 بتساوي الألف اللي هو 6 زائد نون ناقص الواحد في الدال اللي هي 3، وأدي الستة الناحية دي يبقى 30 6 و 3 ناقص 6 بيساوي 3 نون ناقص الواحد، على 3 فعل 1 على 3 فعل كام؟ فعل 10، يبقى ال 10 بتساوي نون ناقص الواحد، وأدي السالب 1 يبقى النون بتساوي 10 زائد 1 اللي هي 11. بس خلي بالك هي دي عدد الحدود، يبقى عدد الأوساط هو عدد الحدود ناقص 2. يعني هيساوي نون ناقص 2 يعني 11 ناقص 2 بيساوي 9. دي طريقه ودي طريقه والاثنين بالنسبه لي صح. خلاص فهمنا، هو ده كده يا باشمهندس درس النهارده، درس سهل وبسيط جدا جدا، ذاكره كده مش هاخد منك باذن الله ثلث ساعه او نص ساعه بالكتير قوي على حسب وقت الفيديو، وبعد كده اجهز باذن الله هنزل لك حل تمارين اكتر على طول، وباذن الله بعدها المقال وعامل لك فيديو مخصوص للمستويات العليا بامر ربنا باذن الله. كده يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان هي تكون كانت حصه خفيفه باذن الله، اتمنى اكون قدرت افيدك، واتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. انت لو استفدت اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، شكرا.